شيري قررت بقى نسهر على السنة. شو؟ بدك تسهري على راس السنة؟ ايه ليش بقى نغير عدتنا؟ مش قصة نغير عدتنا شيري، بس انه ما عم تسمعي شو عم بينحكى عن المطاعم وشو عم بيلاقوا بالمطاعم. هو ايزا شيري سهرة راس السنة بتصير مرة كل سنة مش كل يوم، وانا بدي اسهر. شيري كلامك ما معقول؟ معقول ونص شيري، واصلا انا ما رح انطرك، رح تلفن واحجز مطعم النفس الطيب، عامل بروجرام مطرب مطربة رقاصة ستاند اب كوميدي، عشاء ومشروب مفتوح 300 دولار على الشخص، واذا انت ما تدفع عني انا رح روح ادفع 300 دولار وانت ادفع عن حالك. طيب اذا مصرة شيري انا رح دبر لك سهرة راس السنة ب 150 دولار. 150 دولار بس؟ وين؟ اعطيني ال 150 بالاول. هي 150 دولار. ماشي تفرجيكي وين السهرة. تفضلي. هون. هون رح تكون السهرة. هون؟ بالحمام؟ ايه. شو فكرك راح يطعموكي بالمطعم ليلة راس السنة؟ بدل 300 دولار ب 150 دولار هون بتاكلي زيت شقيق وانت بتغير.